حوادث كثيرة تخص اضطهاد إخوانهم في العالم والإساءة لهم وكانت تلك الحوادث أقل خطورة بكثير مما يجري للأقلية المسلمة في الصين من عمليات قمع وإبادة تحدث على مرأى ومسمع السلطات هناك والتزمت تلك الدول الصمت ولم تتحرك تجاه ما يحدث بحق الايغور الذين يقتلون بدم بارد في معسكرات الموت البطيء، بالرغم من انها اتخذت مواقف مغايره مع اقليات مسلمه اخرى. صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه تحدثت مؤخرا عن المفارقه الكبيره في رد فعل حكومات الدول الاسلاميه على ما يجري من انتهاكات لحقوق اقليه الايغور المسلمه في الصين. وما يعيشونه من مأساة كبيرة. الصحيفة الأمريكية انتقدت برود الدول الإسلامية تجاه مأساة الإيغور وتساءلت لماذا لا تهب الحكومات الإسلامية لنجدتهم ولا تغضب من أجلهم؟ ولماذا يتساهل القادة المسلمون مع الصين إلى هذه الدرجة؟ فهي تعتقل الإيغور وتضطهدهم وتجبرهم على التخلي عن دينهم. فهناك في الصين اليوم دكتاتوريه جديده يحكمها حزب شيوعي تقوم بتشغيل سلسله جديده من السجون تستحضر ذاكره معسكرات الاعتقال اكثر حداثه واكثر تقنيه لكنها ليست اقل استعبادا وفيها يحرم الايغور من ممارسه دينهم ومن النوم ويقبعون في سجون انفراديه ويضربون ويعذبون وتعود أصول الإيغور إلى الشعوب التركية حيث أنهم قومية من آسيا الوسطى ناطقة باللغة التركية وتعتنق الإسلام ويشكلون نحو 45% من سكان إقليم شينجيانغ الذي كان يعرف بتركستان الشرقية في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40% وقد اتخذت العلاقة بين الإيغور والصينيين طابع الكر والفر حيث تمكن الإيغور من إقامة إقليم تركستان الشرقية الذي ظل صامدا على مدى نحو عشرة قرون قبل أن يخضع لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949 ويتحول اسمه إلى أقليم شينجيانغ ومنذ ذلك الوقت صار الإقليم تحت المراقبة الصارمة ودفعوا إليه بعرق الهان الذي أوشك أن يصبح أغلبية على حساب الإيغور السكان الأصليين خوفا من تعاظم شانهم